للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، بداية مرحبا بك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن تجفيف مستنقع الإرهاب بشمال سوريا هو القضية الأكثر أولوية بالنسبة لنا. كيف ترى جهود تركيا السياسية حتى الآن في هذا المسار أستاذ يوسف؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية على الجميع أن يعلم بأن تركيا معنية بما يحدث على حدودها، وإذا كان هنالك محاربة للإرهاب فتركيا هي المعنية. تركيا هي الدولة الوحيدة التي لديها حدود مشتركة مع الشمال السوري. أمريكا لماذا هي موجودة في الشمال السوري؟ هذا هو السؤال، يطرح نفسه بقوة. وبالتالي عندما تكلم عن محاربة الإرهاب هذا يعني أن يجب تأمين الأمن القومي التركي الذي يعتبر أولوية قصوى. تركيا انتظرت كثيرا بتدخل المجتمع الدولي في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف نرى بأن أمريكا هي تستخدم سياسة التمييع والمماطلة. يعني لا يمكن الحديث عن أمن واستقرار على الحدود بوجود ميليشيات مسلحة PYD YPG PKK قصد داعش وغيرها، وهي يتم تسليحها من قبل أمريكا. يعني لا يمكن الحديث عن أمان واستقرار، ولا يمكن الحديث عن أمان في تركيا القومي وهذه الميليشيات موجودة. إذن ما يجب عمله هو تأسيس منطقة آمنة، والمحادثات والتفاهمات في هذا الخصوص هي محور اللقاءات الرسمية والدبلوماسية بين الطرف التركي والطرف الأمريكي. بعد لقاء أستاذ يوسف في هذه النقطة، بعد لقائه مع الجانب الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة، يعني قال وزير الدفاع التركي إن اللقاءات كانت إيجابية وبناءة، هكذا وصفها. يعني إلى أي مدى ترى أن الموقف الأمريكي ربما تغير من مشروع تركيا لممر السلام في شمال سوريا؟ سيدي، يعني نكون واضحين، واضح تماما التلاعب الامريكي في او التمييع الزمني، المماطله الزمنيه. يعني راينا ذلك في منبج عندما حدث الاتفاق في منبج وتم التوقيع على خارج الطريق في 4 حزيران 2018، وكانت الخطه تنص على 20 يوم لتنفيذ اتفاق منبج. مدت الان سنه كامله ولم يتم تنفيذ اي شيء، ما تزال PYD موجودة في منبج وما يزال الأمر معلق، فقط دوريات مشتركة ولكن لم يطبق ولم تنسحب PYD من المنطقة. الآن قضية انسحاب المجموعات المسلحة الكردية التي مدعومة من قبل أمريكا والتي تعتبر إرهابية بناء على تركيا، والتي هي ذراع PKK الذي يعتبر مجموعة إرهابية بناء على العالم كله بما فيها أمريكا. هذه المجموعات المسلحة ما تزال تدعم بالسلاح، وبالتالي تركيا هي لا يمكن أن تشعر بأمان ولا يمكن أن يكون ضمان للأمان القومي رغم التأكيدات الأمريكية التي لا قيمة لها. يعني التفاهمات التي يتم الإعلان عنها ليس هي التفاهمات النهائية، هنالك تطورات إيجابية في إيجاد حلول المأزق، مأزق سياسي حقيقي. ولذلك رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية قال لن نضيع وقتنا ونحن ننتظر، يعني انتهى عامل الزمن. العد العكسي التنازلي بدأ الآن، وبالتالي إما أن يكون هنالك منطقة آمنة على عمق 32 كيلومتر خالية من جميع المجموعات، وإلا ستكون المنطقة الآمنة. طيب بالتأكيد لابد من انعكاسات لهذه اللقاءات التركية الأمريكية على يعني مشروع أو محاربة الإرهاب في شمال سوريا. إلى أي ما يعني كيف تتوقع أن تبدأ؟ هل تبدأ ربما العملية العسكرية التركية بناء على هذه اللقاءات؟ العملية العسكرية التركية يا سيدي ستبدأ وفق خطة تركية وضعت مسبقا، والخطة وضعت واعتمدت ومجلس الأمن القومي العسكري التركي وافق عليها واستصدر قرارا بذلك. العملية العسكرية على الأبواب، والجيش التركي و150 ألف سندي على الحدود ليس للنزهة. هذه رسالة واضحة. أمريكا تحاول الآن في الوقت بدل الضائع أن تقوم بتفعيل عمل سياسي اشتراكي دبلوماسي لإيقاف هذه العملية العسكرية. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تخسر PYD والYPG التي استثمرت بهم وسلحتهم ودربتهم في هذه المناطق، وهي تدرك تماما بأن تركيا جادة في ذلك. لذلك تريد إعاقة هذه العملية من خلال إما تهديدات هنا وهناك أو تفعيل لقاءات دبلوماسية وتفاهمات هنا وهناك، ولكن لا توجد ثقة حقيقية يا سيدي من تستطيع أمريكا أن تقنع بها الجانب التركي. أمريكا تقول شيء وتفعل شيء آخر على الأرض.
ألم يقول ترامب بأن داعش انتهت وعلى وأمريكا ستنسحب؟ طب إذا لماذا الآن التسليح للفي واي دي والواي دي إذا كان داعش انتهت؟ لكن في المقابل أيضا يعني وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر صرح أن بلاده ستمنع أي عملية تركية في شمال سوريا، كيف ترى هذا التضارب في المواقف بين الوفد الأمريكي في أنقرة وبين وزيرهم؟ واضح تماما أن هنالك يعني عدم وحدة رأي وعدم اتفاق بين البيت الأبيض وبين البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية والصقور أو مستشار الأمن القومي الأمريكي، هي عبارة عن صدام متوقع بين مؤسسات أمريكية في داخل البيت الأمريكي. وبالمناسبة أمريكا هي غير مخولة من قبل الكونغرس في الدخول في حرب ضد تركيا، هي ليست يعني الدستور لا يسمح لها بذلك، وأتوقع أنها ستكون مغامرة كبيرة جدا إذا ما وزير الدفاع الأمريكي يعني قال لن نسمح. ما معنى لن نسمح؟ يعني من تكون أمريكا مثلا؟ يعني هل الشمال السوري هو حدود مشاركة لحدود الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الشمال السوري ولاية تابعة لأمريكا مثلا؟ فأنا أسأل سؤال، لماذا 23 قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في الشمال السوري؟ يعني من الذي خول لهم ذلك؟ يعني قضية محاربة الإرهاب، أن هم اعترف ترامب وقال قضينا على داعش، التهديدات هذه تريد فقط أن تحاول أن تضغط على التركية وعلى الإدارة السياسية التركية وتنسى أمريكا بأن تركيا تغيرت وتركيا دولة ذات سيادة، وإذا ما قالت نفذت، ورأينا ذلك في درع الفرات ورأينا ذلك في غصن الزيتون وسنرى قريبا في شرق الفرات. لم يتم السماح بإنشاء كوريدور من ميليشيات إرهابية سواء كانت على أساس عرقي أو نشكرك شكرا أو جزيلا. هذا هي السياسة التركية التي تصر تركيا عليها لأن الأمن القومي فوق كل اعتبار. شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا من إسطنبول.